كنرحب بقناة ألوانكم. فيما يخص الموضوع اللي قلتي لي يا أستاذة على سيدنا رمضان، يعني على المصروف ديال سيدنا رمضان، يعني كنشوف الناس في سيدنا رمضان كيتعاملوا مع رمضان بحال الا شهر استثنائي، بحال الا العام كامل راه ما تاكلوا ما تشربوا الى اخره الا في رمضان. الا رمضان خصها تكون عنده واحد استراتيجيه، يعني بحالو بحال سائر الشهور. تاني يعني الانسان ما يصرفش بزاف، تمشى عادي، تمشى نورمال قد حالو، ويحاول يقضي المسائل ديالو مثلا حتى تيقعتي يفطر وحتى يسالي وخرج يتقدى اللي قسم الله الغد ليه، وماشي مثلا نهار كامل وبنادم ما كيخرج ولا شي حاجه وفي العشيه تيقرب المغرب تيبداو يجري 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 يجري، هذاك الشيء ماشي مزيان. سيدنا رمضان انا كنتعامل معاه بحال سائر الايام العاديه، يعني تنفيق عادي، تنمشي تنخدم شغالاتي الى اخره، تنجي تندوز تنتقدى، انا تنتقدى داكشي اللي تيكفيني 15 يوم 20 يوم، ما تنبقاش كل نهار فهمت ولا لا. يعني هادشي اللي كاين، وكنتمنى من جميع المغاربه الصحه والسلامه ورمضان كريم ان شاء الله.